يلا شطب تعالى. ايه على فين؟ من غير سؤال ولا سيبك؟ لا حاضر حالا. الشاي يا باشمهندس. ايه سخن يا فاكيها؟ طيب. ايه خلصت يا مديحه؟ ده انا لسه مبتديه ما بقاليش ربع ساعه. طب يلا كملي اوامر. حاضر. نعم. وخدي كمان قفلي حساب العربيات اللي جت امبارح. حاضر. يلا. نعم. انا جاي حالا اهو. يلا بسرعه. حاضر. الله انت لسه هنا؟ لا خلاص اهو، اصل النهارده لا اصل ولا فصل. اصل النهارده حساب المستخلصات اعملوه في السكه وحساب العربيات ناخده معانا. ومديحه مديحه قوم. حاضر. طب والدفتر شيليه. حاضر يا ماما. شيل انت كمان. يلا يلا يا مديحه. يلا مديحة. يلا حاضر حاضر. الله احنا رايحين فين؟ الفيوم. الفيوم؟ ادعي لي بقى ان احنا في ساعه فسحة حلوه بعيدة عن الصوب والزلط والرف. لكن اشمعنى الفيوم؟ عشان يتوعدوا على الفيوم وانا اسيب شغلي واروح معاها للعمده حمار الزعيمه. طارق انا جبت لك الكاميرا معايا علشان تشبح تصوير. مبسوط جدا. طب كفايه شغل وتعالى شوف. الحمد لله على السلامه. يا خبر انت عامل لنا كراكول شرف على السكه. اعمل ايه خفت لا تتوه عن البيت. وخدت ضربه شمس ولا ليه؟ مواعيدك مظبوطة ملحقتش. ورايا يا باشمهندس. ورايا يا باشمهندس. ما تخافوش. مش هقعدكم بين أربع حيطان. بس ناخد الشاي الأول. لا 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 دي شغلة ستات. على العموم أنت في بيتك. طبعا في بيتي. ودي عايزة كلام. طارق معلقتين سكر. وانت يا محسن؟ واحدة. وانت يا مديح؟ اتنين يا مدام. قاعدة بعيد ليه؟ لا ابدا. تعالي اقعدي. لا لا اقعدي جنب العمدة، العمدة. انت صدقت بصحيح ان انا عمدة؟ دي نكتة كنا مطلعينها عليه في الكلية. هنا بقى بيسموني بوهلال. عشان اتولدت والهلال طالع. امال ابنك اسمه ايه؟ ابني؟ ان شاء الله لما اتجوز واخلف ولد هسميه هلال برضو عشان يبقى اسم على مسمى. الله ده مش متجوز يا حبيبي. استنى حبرتهولك زي زمان. سبع سوائل بتنعي لم تفول النار.
عشق يبقى النظر في النظر والقلب قايل نار ليلي ليلي يا عيني يا ليلي شط البحر مرقى دي والموج جلالي ضار ليلي ليلي يا 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 وديتي ليه الدفى النحيات؟ كنت فاكره مادام ما بتفهميش في الحاجات دي سيبيها لوحدها. مش عارفه ان دي حاجه هتضايق حضرتك. انا اسف يا مديحه بس انت عارفه يعني اصلها بنتسابق. انت هتعملي زي عيال صغيرين. انا اللي اسف ما كانش لازم اجي معاكم ده مش مكان. ما تقوليش كده. الله ها ايه افتكرتك عايزه تقولي لي حاجه لما شاورتي لي قد في الناحيه دي. ابدا كنت عايزه اوقف السبق اللي بيني وبس. واسالك ايه بعد كده؟ بالليل تعرفي. احنا هنستنى هنا بالليل؟ عندك مانع زعيمه؟ ابدا يا ابو هلال. يا اخي تضامن الطلبه. يا تضامن الطلبه. وايه اللي يخلينا نستنى هنا لحد بالليل؟ يعني حرام يا طارق نكمل يوم حلو زي ده واحنا بنفكر في نفسنا وبس. مش في مديحه اللي جات من غير ما تدي خبر لاهلها؟ مديحه ما كنتش واخده بالي. طب معلش استنى انتوا هنا وانا انزل بالقطر. يعني ايه؟ يعني احنا خلاص ما عندناش ذوق؟ ما تخلي انت بقى عندك ذوق وروح وصلها بالعربيه وارجع خدني. وانت هتستني هنا؟ يعني خايف القطه هتاكلني؟ بقولها يا باشمهندس ما تتكلم في التليفون عند الانسه مديحه وتقول لهم انها قاعده معانا. بس احنا ما عندناش تليفون ولا فيش جزار ولا فكهاني ولا بقال. في هاشم البقال اللي جنبنا. يبقى اتحلل. يا عرفان عايزين نتفرج على دج الكف ونسمع مجروح. تحكي عن ميزون الصورة عين الخارم من بزارة اصلا من تاصيل سجورة ونخف وخفيف مطارة ونخف وخفيف مطارة نلحقها في بعد البورة كان ارنب ولا الحبارة لكن يا خوفي محجورة عن عين الغاوية الدارة عن عين الغاوية الدارة عن عين الغاوية الدارة عن عين الغاوية الدارة على ما جابوا 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 هيا يا رجال سبوا الكف. مليحه وزينه ومالك زي وحبك ساكن قلب سنين يم عيوني بتضوي ضي اقدر اروح من حبك وين 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 كيف نسيتي هوانا زماني وهنت عليكي يا ضي عني امتى حنرسل برا اماني وتفضلي جنبي يا غالية علي 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 لو كان قلبك حن ومالي بيدك فك عقد لحبالي وشج معايا صخور لجبالي ولا تخافي من حب حلال ولا تخافي من حب حلال ولا تخافي من حب حلال كفاية
الو ايوه اهلا يا محسن، بتتكلم منين؟ لا 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 لا، مادام في مصر يبقى لازم نشوفك. طارق طارق. ايوه يا ماما. الاستاذ محسن على التليفون. عايز ايه؟ بيسال على الصور عشان يجي يشوفها. الفيلم اتحرق. ازاي بقى؟ خد نور وباظ كده برضو، وانا عمال افشر عليه واقول له انك احسن مصور في مصر. حظه كده بقى. اسمع يا طارق. ايه؟ تعال عزمه عشان يجي يتعشى معانا الليله، لازم تيجي منك انت. انا مش فاضي الليله. وراك ايه؟ اصلي ايه؟ اصلي عزمت مديحه على السينما. طب خليها فرصه تانيه. ايوه يا محسن، اديني نمرتك وانا هطلبك كمان شويه. بقى اللي اتجنن على البدلة. انت مبسوطة اني هخرج مع مديحة؟ مديحة بنت كويسة، ابقى خد لها ورد معاك ما تكسفناش. تربت التي تربت التو تربت التي تربت ايه وجاي يعزمني على السينما كمان؟ مش بقول لك السناره غمزت؟ وما طلعش ليه؟ كده احسن بدل ما يجي يشوف الكركبه اللي احنا فيها دي. سلفيني بقى البوت بتاعك. لا يا ستي انا رايحه بيلت وحيده النهارده. اخس عليك يا رجاء، اعتذري، انت اختي ولازم تقفي جنبي. حاضر يا طماع. يا رب ما تحرم مني كل من فساتيني كل من شنطتك ولا من جزمك ولا من الفلوس اللي هتجيبيها من توحيده. اجيب الابره؟ لا 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 لا، هلا عينك بالظبط. بسرعه 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 بسرعه. مديحه حاسبه على نفسك وانت مدلوقه كده. ها ما تخافيش عليا. مديحه. ايوه ماما. على فين يا مديحه؟ رايحين نخلص حساب المستخلصات اللي ما خلصتش امبارح. طب يا بنتي مش تحط الورد في الزهريه اللي يتبل. اديني ثلاث تذاكر هنا من فضلك. ثلاثة ليه؟ احنا اتنين بس. اصل طلعتي بايخ اللي سبت ماما لوحدها في البيت. ايوه هنروح نجيبها ونيجي حالا. متشكر. قبل الفيلم ما يبتدي. يلا. مش معقول اتاخرت عليك. ده انت بالشكل ده من حقك تتاخري قوي. لا كفايه تاخير وحياتك، العمر قصير كده. انت دايما تنزل في الاوتيل ده؟ اتعودت عليه كل ما انزل مصر. مش بطال طبعا. القعده دي بره الشياكه دي خالص. اعزمك في حته تانية. انت اللي هتعزميني علشان تبقى على مزاجي انا. طب اما اشوف مزاجك ده اللي محيرني من ايام الكليه. اصل ماما راحت مشوار صغير وزمانها جايه. نروح احنا؟ يعني تحب نستناها؟ نستناها؟ ايوه لازم استنى واشوف دي راحت فين. اكيد راحت لمحسن حمار الزعيمه. ملحوم ليه يا باشمهندس؟ تكونش بترسم علشان تستفرد بيا هنا ولا ايه؟ وطبعا هيبقى في موسيقى وهيرقص معاها شوية شوية. بقول ايه؟ انا حاسة ان الليلة يعني. لا مفيش حاجة. تعالى اما اسمعك اسطوانتين حلوين قوي لحد ماما ما تيجي. تعالى. بترقصي كويس يا مديحة؟ اعرف بالنظر لكن ممكن اتعلم. بحبك. مش تقول بقى كلمة تطمني؟ قول يا طارق قول. انا حاسة ان خلاص بقيت حتة من المكان ده. هما طبعا مش هيرقصوا حاجة سريعة، هيرقصوا بطيء رقص الحبايب. إذا كان طارق هو الإنسان الشريف النضيف اللي حكيتيلي عنه،
يبقى 100% كان بيمتحن اخلاقك. وديني طبيت في الامتحان زي الجردل عشان تنبسطي. انت جرتينا كلنا معاك للارض، حتى ما كانش عندك كرامه تضربيه بالقلم على الاهانه دي، رخيصه، وهتفضلي طول عمرك رخيصه طول ما بتجري ورا الفيلا والعربيه والفلوس. بس بقى انا بقيت اكرهك واكرهك واكرهكوا كلكم. الحمد لله على السلامة. الله، طارق رجعت بدري ليه؟ الفيلم كان قصير ولا بايخ؟ كنت فين؟ اتضايقت لوحدي في البيت، قلت اخرج اتسلى لحد ما ترجع. ويا محسن اه؟ قلت بالمرة اعزمه على العشاء زي ما عزمنا، وطبعا ما قدرتش اعزمه وانت بره كده. لكن تعرف بقى انا برضه خدت مقلب، وهو اللي دفع الحساب. رحتوا فين؟ انت اسئلتك كتير قوي الليلة. رحتوا فين؟ هقول لك بس ما تحكي لي. تعالى. يلا قول من غير ما تخبي. ما هنش عليا اروح السينما من غيرك، جيت عشان اخدك. مديحة مش كانت معاك؟ ما انت عارفة، بس اصل خدت لها ورد ولا لا؟ ايوه، لكن انا عايز اعرف. هنا معاك؟ ايوه ايوه، لكن انا كتير يا ولد؟ مش عارف، مش عارف. وقعدتوا فين؟ هنا. وقلت لها ايه وقالت لك ايه؟ يلا قول من غير ما تخبي. ما اتكلمناش، ما اتكلمناش. يخرب عقلك. امال ايه اللي عملتوه؟ كنا بنسمع موسيقى. موسيقى. انت عارفه كويس مش انا اللي اغلط. المهم انت وهو رحتوا فين؟ بسيط وساكتين، يبقى اكيد رقصت معاه. وانت رقصت معاه؟ رد على سؤالي. رد انت على سؤالي. ايوه رقصت. وضمك لسته؟ امال هنرقص ازاي؟ والخد على الخد؟ ايوه. وايده على وسطك؟ ايوه. والايد التانية؟ ايوه. وبقه جنب ودنك وشعرك؟ ايوه ايوه ايوه. قلة ادب، حقارة. طارق انت جننت. انا ضربت رصاصة في الصورة بتاعته، الرصاصة الجاية هتبقى فيه هو. هات المسدس. إذا كان أبويا مات فأنا موجود. هات المسدس. وأعرف إزاي أحافظ على اسمه. أنا أمك. طارق، أنا ما رقصتش مع محسن. كنا طول الوقت بنتفرج على الرقص والغنى والاستعراضات اللي أبوك كان بيشوفها وإحنا محبوسين هنا في البيت. ابوك اللي كنت بتكرهه زي ما انا بكرهه. واذا كنت هتستمر على الطريقه دي
يبقى الرصاصه جايه خليها في صدري انا عشان تريح. عشان تريح ماما. ماما افتحي ارجوكي. مش عايزه اشوفك ولا اكلمك. انا اسف وبعتذرلك. بتعمل معايا كده ليه وانا مفيش اي حاجه بيني وبين محسن؟ افتحي ارجوكي. وايه يعني؟ مجرد زميل قديم قابلني صدفه واكرم فيها حاجه لما اكرمه انا كمان واعزمه بكره على العشاء؟ عزمتيه بكره؟ ما انت هتبقى موجود وتشوف علشان تستريح، ولا انت بس عايز تهزقني وتحرجني قدام الناس؟ بس انا بكره مش فاضي. ما انا عارفه انك هتقول كده. اصل بكره عيد ميلاد مديحه. خلاص نعمله هنا. انت انستنا وشرفتنا يا ابني. متشكر. اتفضل. متشكر. امال فين مديحه؟ راقده تعبانه. ايه ما عشان كده ما راحتش الشغل النهارده. ممكن اشوفها؟ ايوه بس دي من فضلك. سلامتك يا مديحه. طب مش كنتوا تخلوا التنجيد بعد عيد ميلادها؟ نعم يا ابني. كل سنه وانت طيبه يا مديحه. يلا قومي كده وفرفشي. ايه ده؟ حد ينام برضه في عيد ميلاده؟ انا عيد ميلادي الشهر الجاي. ازاي؟ انت قلتي لي انه النهارده. انا قلت لك كده؟ ايوه حتى انا قلت لماما وصممت انها تحتفل بيه عندنا. بس انا بقول لحضرتك انا عيد ميلادي الشهر الجاي مش النهارده. اما حته مقلب وبعدين؟ طب اسمعي اوعي تقولي كده لماما، لحسن دي من الصبح عماله توضب بنفسها. كتر الف خيرها والله. لا اصل ماما حبيتها قوي من يوم رحله الفيوم. وطبعا هنروح كلنا. بس انا يا ابني لازم استنى عشان المنجد. طب جهزوا انتوا اوام وانا هستنى تحت في العربيه. تستنى ليه في العربيه؟ عشان ما تتاخروش. دي تبقى قله ادب حقاره. لو نسيبك تستنى تحت. طب هستناكوا برا. عجبتك بقى؟ شاطرة، ولو اني مش فاهم ايه الحركات دي، حاسب غلطته وعايز يصالحني بأي شكل. جايز. تيجي نتقل وما نروحش؟ مش عارفة. ولا أقول لك؟ ها؟ نروح لهم أنا وأنت فرقة. شايف؟ أهو ناقص منه الرصاصة اللي ضربها في صورتك. ومع ذلك مصرة إنك تعزميني النهاردة. لازم أتصرف بسرعة وقدامه علشان يطمن. ازاي؟ بس انت وريله بأي تمن ان مفيش حاجة بينا وسيب الباقي عليا. كريمة كنت عايز اسألك عن بعدين يا محسن هنتكلم في كل حاجة، بس انت تعالى دلوقتي بعد ساعة ولا ساعة ونص علشان نطمن انهم يكونوا وصلوا. باي. ايه المفاجآت الحلوة دي بقى؟ اشمعنى انت فاجئتنا بالفرح البدوي في الفيوم؟ لا لا دي حاجة ودي حاجة، وانا ليا عتاب كبير يا باشمهندس. عشان ايه؟ ما خلتنيش اقوم بالواجب واجيب معايا هديه المديحه، وانا ما فوتش حقي ولازم نعمل حق عرب بيني وبينك. بتكبر الحكايه كده ليه يا استاذ محسن؟ وما كبرهاش ازاي؟ انا معلش اجي ببساطه كده في بيت ابني طارق او بيت زميلتي واختي كريمه، لكن في مناسبه زي دي لا لا لا، في حاجه اسمها اصول. طب مين نعمله القاضي؟ مين؟ مفيش احسن من الانسه رجاء. انا انا من ساعه ما شفتك هنا وانا حاسس انك حقانيه وعقلك كبير وهتحكمي بالعدل بيني وبينه. طب وليه الاحراج ده بس؟ خلاص احكمي بينهم يا رجاء. والحكم ينفذ فورا وانا موافق. على العموم هو فعلا يوم المفاجآت بالنسبه لينا كلنا. من غير حيثياتي هتقاضي. تحكمي بايه؟ اولا احكم على الباشمهندس طارق انه يبتسم، وثانيا احكم على حضرتك تقدم ورد هديه المديحه، وثالثا وبس نفذ الحكم. وانا بقى مش بس هقدم ورده، ده انا هقدم وردتين، واحده لعروستنا الليله اتفضلي، والتانيه
التانية بقى التانية لحضرة القاضي. يا ابن الجنية، دوري أنا بقى في الحكم. طارق، حط لنا شوية الصورات من إياهم اللي كنا بنهبل عليهم أنا وأنت. حاضر. محسن ورجاء يكملوا التوظيف. وأنتي مين في عيد ميلادي؟ إنه يكون مع ناس اللي عزوهم ويعزوني. لا لا، اسمحي لي أعبر لك عن تقديري للرد الجميل ده. تعالي بقى نهبل ويا طارق. يا باشمهندس، زي ما علمتك بنك الكف تعلمني التهبيل بتاعكم انا ورجاء. انا لا معرفش. راسي بطريقتك. معرفش. تعالي تعالي. شوف يا مديحة، الست الذكية علشان توصل لقلب الراجل اللي هي عايزاه لازم تبقى في الصورة اللي هو بيحبها. افتكر مش هلاقي اتنين لاقيين لبعض زيكم. يلا يا طارق لبسها دبلة الخطوبة. لبسها يلا، وهنعيش احنا الثلاثة هنا طول العمر من غير ما حد يخش بينا ولا يفرقنا. من فضلك يا فندم، عايز كتاب بيبحث في العلاقات غير الطبيعية بين الأم والابن. الكتاب ده فيه فصل كويس قوي عن الموضوع. مش شايفه حضرتك ان احنا مستعجلين قوي؟ وايه اللي هيخلينا نتاخر؟ الفيلا والفرش والفلوس موجوده، وكل طلبات مديحه هتتحقق في غمضه عين. ولا انا بكلم غلط يا فندم؟ عداك العيب يا استهان. يبقى خلاص، الكتاب والدخله الخميس الجاي. وعلى فكره يا مديحه، اما انا شفت لك حته فستان فرح انما يجنن. ومش هقولك على بقية الحاجات الحلوة إلا لما انت تيجي وتشوفيها بنفسك. ها؟ ست رجاء؟ أيوة. في تليفون عشانك عند هاشم بقال. عشاني أنا؟ أيوة، من واحد اسمه محسن. هو موضوع حساس، لكن أنا واثق في عقليتك وهتكلم من غير مقدمات. اتفضل. طارق مريض رجاء. عنده إيه؟ مرتبط بأم ارتباط غير عادي. قصدك انه بيحبها؟ مش معقول. ايوه بيحبها، ولو اني اعتقد انه ما بيحاولش يعترف بالحكايه دي بينه وبين نفسه. وهي عارفه كده؟ انا اتاكدت انها عارفه لما زوقت مديحه ولبستها في عيد ميلادها عشان تبقى صوره طبق الاصل منها. يعني ده اللي خلى طارق يخطب مديحه؟ كريمه حطته قدام الصوره اللي بيحبها وانتهزت الفرصه. وايه مخليها تعمل كده؟ عشان تخلص منه ومن غيرته عليها ونتجوز انا وهي. اه، يبقى ده اللي خلاك ترقص معايا وتحط لي الورده في صدري وتبوس ايدي. يعني كنت عاملني السلم عشان تخدعه. بكل اسف انا اشتركت في تمثيليه سخيفه، بس انا كنت متصور حسب ما فهمتني انه مجرد حرص من ابن على امه لحد ما اشوف. على العموم الكلام ده ملوش لزوم دلوقتي، احنا اتفقنا على ان الفرح الخميس اللي جاي. رجاء، لمصلحتنا كلنا لازم تأجلوا الجوازة دي بأي شكل. ليه؟ مش كده أحسن؟ عشان تتجوز كريم هانم أنت كمان؟ رجاء، رجاء، الموضوع خطير وما تحرجنيش إني أقول الكلام أخجل من إني أقوله لك. أفتكر بعد اللي قلته وعملته مفيش أي خجل بينا. يبقى لازم تعرفي إن طارق مش هيقدر يبقى زوج كامل ويا مديحة، وده عكس اللي كريمة متصوراه. وش معنى انا اللي اخترتها عشان تقول لها الكلام ده؟ ما تقولي كريمه. كريمه مش هتسمعني، انا عارفها. رجاء، جيت يا حبيبتي؟ فين مديحه؟ شفت الحاجه اللي اشتروها؟ قولي لي قبل يا ماما، فين مديحه؟ جابت الحاجه ونزلت جاريه ضنايا عشان تقول لاصحابها. تعالى اما افرجك. تعالى. وايه بس اللي خلاها تستعجل كده؟ فرحانه يا بنتي، ودي جوازه تطول الرقبه. تعالي اتفرجي. تعالي يا ماما. ما كانش صح توافق علينا الفرح الخميس اللي جاي. وماله، ما كل حاجه جاهزه اهي. شايفه فستان الفرح روز؟ يا ماما يا ماما، احنا لازم ندرس ونشوف، ولا هي اوامر بناخدها من كريمه هاني؟ هي مش مديحه وافقت قدامك يا بنتي؟ هو انت فين رايك وكلمتك؟ بقى واحده جاهله زيي يبقى لها كلمه على بناتها المتعلمين المتنورين. عقبالك انت كمان يا رجاء لما تتجوزي واحد زيه واحسن كمان. سقت عليك الحسين،
هتكسري بخاطر اختك لما تيجي. هيبقى سامع، بطلوا العك اللي فوق، يبقى تبطلوا العك اللي فوق. حتى يا معلمه. وانا قلت العريس. ايه؟ والعروسه. اوفا. وام العريس. ايه؟ وام العروسه. اوفا. وقلت المعازيم. ايه؟ واللي حاب البلد. بلدي. والبلد بلد. بلدي. والجو البلدي. بلدي. رقصني بلدي. اهلا يا كريمة. ها زي الحال؟ وحشتني يا حبيبي. دلوقتي اقدر اقول لك على السر اللي كنت مخبيه عنك. تصور يا محسن، طارق بيحبني وانا عامله عبيط ومش واخده بالي. بيحبك ازاي؟ دلوقتي خلاص اقدر اقول لك. اصل من زمان وهو طفل صغير بقيت دايما احميه بلبسه ونيمه في حضني والعب معاه. كان كلزلز خالص. دبدوبة غنونة. طب هتسلم على مين؟ قول لي انت يا محسن، مع ابوه؟ ابو وش كشر؟ يبقى ما فيش غير طارق. بس لما كبر كان خلاص هيتعقد من ابوه، كل ما يشوفه بيكلمني ولا صاحبني زي البقرة اللي رايحة تنذبح. كان بيصعب عليا، لكن انا كنت هقدر اعمل ايه؟ لكن اهو غار السنه اللي فاتت، ومن ساعتها الدنيا ما بقتش سايعه طارق. لحد ما قابلتك وصحتني يا محسن. وايه الفايده؟ ما انت عارفه طارق عمل ايه. صباحيه مباركه يا عريس. اهلا وسهلا. صباحيا مباركة يا انشت. متشكر. امال فين مديحة؟ فوق.
لا مؤاخذه يا ابني على اللي عملته توحيده امبارح. لا وهي عملت ايه يعني؟ ايه مش كفايه بوظت الجنينه وبنتعبك كده يوم الصباحيه؟ يا نصيبتي هو لحق ينزل من سريره؟ ده ما بقالوش 3 ايام. عبده خلي بالك من الحته دي تقل عليها. ايه حاضر يا فندم. شربات الورد، شربات الباشمهندس، شربات يا سيد. خد قرب يا برع. شكرا. مبروك يا بيه وعقبال البكاري. شكرا يا فكيه. لو اتطهر ما تكسفنيش. استني خدي بردك هتكسفني يا بيه. دي حاجة بسيطة قوي. 5 جنيه. ايه يا بيه؟ بطلي زغاريط. حاضر يا بيه. يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دواء. طب وحياه من خالقك كنت مستنيه الزياره دي. بس مش بسرعه كده يا طعامه. وايه اللي خلاكي تستنيها؟ ما انا حسيت في ليله الفرح ان الجو عجب بالقوي، قلت لازما حتما هطقص وتجيني، يا اما بحجة فرح جايبهولي الواحد قريبة، يا اما عشان تديني اجرة على اللي عملته، يا اما اي اما ولا اي نذاقة. ده الذكاء ده كله يا مدام. ما تلقحش عليا بكلمة مدام. انا ما احبش العكنانة، هو ما احبش حد يبصلي من فوق. المهم عايزه كام اجرتك انت والفرقه اللي جبتيها؟ الشغل ده ماذا باشمهندس؟ متقفل وحش خلاص، مفيش لا ذمة ولا ضمير ولا دين. ايه بس الكلام ده يا باشمهندس؟ انا هنده للص يفور كل الشغل ده. انا مفيش مخلوق يغشني ابدا. كده البنطلون اوديلي المكوج ينضفه على حساب. بلي المنديل ده بالميه. حاضر. انت زعلت اني ضربتك؟ معيش اللي يزعل منك يا بيه. طب انا هاخدك بنفسي اشتري لك طقم كوبايات بدل اللي اتكسرت. بنفسك يا بيه. واجيب لك حاجات تانية كمان عشان اصالحك. ما تحرم. احترتي يا ابله كريمه اجيب لهم ايه في السبوع، وبعدين افتكرت ان مديحه قالت لي بعد 9 اشهر بالظبط هخلي البيت واسميها رجاء. بس قلت مفيش احسن من كده وابقى اول واحده عملتها. يا اختي علي وريني كده. حلو قوي. شوف يا طارق. طارق ما تزعلش يا طارق، هي ما تعرفش. كدابه، انت قلت لها على كل حاجه وجابها تتريق عليا. هو انا اتجننت علشان افضح نفسي؟ مش كفايه انك ما قربتليش لحد دلوقتي، ولا كاني مراتك ولا كاني بني ادم حتى. طارق ما تحاوليش تنكري. احلف لك يا طارق. كدابه. طب روق دمك وتعالى نفطر الاول. هفطر بره وهتغدى واتعشى بره كمان.
للدرجه دي مش طايقني؟ امال اتجوزتني ليه؟ وانت خسرتي ايه بالجوازه دي؟ كل حاجه عندك دلوقتي. عايزاك انت، عايزه قلبك، مش عايزه حاجه تانيه. صدقني يا طارق وكل حاجه هتتصلح. مفيش فايده. لا لا يا طارق، قلت لك مفيش فايده. احنا خلاص انتهينا، مفيش داعي تعذبيني وتعذبي نفسك اكتر من كده. قصدك ايه؟ قصدك ايه يا طارق؟ طارق طارق قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ يعني قصد الطلاق يا مديح. طلاق؟ امال تفسري كلامه ده بايه؟ ولا انت خلاص نسيتي نفسك؟ انت ليه عايزاه تطلق رجاء؟ ابنك اللي قال مش انا. لا الطلاق ده مش ممكن يتم. انت ليه عايزه تهدمي كل اللي بنيته؟ حرام عليكي تعذبيها اكتر من كده عشان مصلحتك. قصدك ايه؟ خلي الطبق مستور يا مدام. مديح ما تسمعيش كلامها، دي بتغير منك. ان كان على طارق انا اعرف اخليهولك احسن راجل في الدنيا. انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ انا ما بقتش واثق في حد الا انت. سمعتي؟ هي حرة في رأيها. أيوة أنا حرة في رأيي، ومش عايزة حد يقول لي حاجة بعد كده. تعالي هنا. قصدك إيه لما قلت خلي الطبق مستور؟ يعني ما تحاوليش تفهميني تدوري على مصلحة مديحة ولا حتى مصلحة ابنك. أنت بتدوري على حاجة واحدة بس بأي تمن. إيه هي؟ إنك تخلصي من طارق عشان تتجوزي محسن. مين قال الكلام ده؟ هو اللي قال لي كده. يعني بتتقابلوا من ورايا مجرمة؟ مش انا المجرمة يا مدام. بكل اسف انت عقدت الحكاية اكتر لما خليتي مرات ابنك صورة تبقى الاصل منك. انا كنت متصورة يا دكتور ان ده هيشده ناحيتها. ده في الظاهر بس، لكن عند اللحظة المهمة بيبقى فيه قوة جبارة تمنعه. عارفة ليه؟ بصراحة انا بشك ان في رغبة جواه عايزاكي كرجل، وهي في نظره يعني انتي، يبقى مش هيقرب لها. مش معقول. طبعا ده شيء فظيع، لكن دي غلطتك من الاول، ما كانش يجب تزوديها معاه في طفولته. تحميه بالطريقه اللي قلتلي عليها وتنيميه في حضنك، ولما كبر برضه بقيت دايما تلعبيه وتلبسيه وتختاري له هدومه ومعرفش ايه. امال هو كان ليه بيكره ابوه؟ لكن يا دكتور ده اخلاقه عاليه جدا. مش ممكن، مش ممكن. اهي دي القوة الجبارة اللي بتمنعه وتخليه يكبت الرغبة المحرمة. وانا متأكد ان الصراع الكبير اللي جواه بين الرغبة والرفض هيولد عنده شعور مدمر بالدنس والحقارة. ورد الفعل المعتاد في الحالات دي انه ينتقم من نفسه بعلاقات غير شرعية، وخصوصا ويا الستات البطلين. مديحة لو كانت اللي مطرحك من عيلة كبيرة مش زينا، كانت برضو كريمة هانم تلعب بيها عشان مصلحتها زي ما بتلعب بيكي. رجاء بصراحة أنا ابتديت أشك إنك بتغيري مني. أنا وبتكرهي كريم علشان محسن. اخص عليك يا مديحة. طب اعملي معروف، أنا بحب طارق وواثقة إنه بيحبني، وده كفاية علشان أعمل أي حاجة في الدنيا، أي حاجة. انا فرحانة قد ايه يا قبلة، والتاني معاك برضو ليلة اروح له في الشاليه. بس انا خايفة يا قبلة كريمة، اصله لما نزلني من العربية واحنا راجعين متهيألي ان انا كلمته بصوتي الطبيعي وقلت له باي باي يا طارق، وجريت على طول ورحت واخدة تاكس.
تفتكر انه خد باله وعرفني؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا اما عارف ومع كده ما قاليش حاجه ولا راح لك في البيت علشان يتاكد، تبقى اللعبه عجبته وهيروح لك في الميعاد، يا اما ما عرفش يبقى برضه هيروح لك، ومره في مره العلاج يكمل. خايفه ده ايه؟ انت عايزه تبوظي كل حاجه، احنا ما صدقنا نوصل لحل. لازم تروحي له دلوقتي حالا، بقول لك اهو. الا بقى اذا كنت عايزاه يطلقك. الشاي سخن والسكر داب. اطلعي بره. هو حد شايفنا يا بيه؟ بره. اهلا يا كريمه. يعني لسه قدامي كام يوم على ما اوضب نفسي. ليه؟ في حاجه حصلت؟ طب انا جاي. استاذ محسن مش معقول. انا اسف على الزياره المفاجاه دي. ابدا ابدا اتفضل. اصل كريمه هاني كلمتني في التليفون وصممت على اني اجي. اتفضل. في الحقيقه انا استغربت وقلت اجي اشوفك قبل ما اروح لها، جايز يكون في حاجه. ده كويس قوي اللي جيت، انا نفسي كنت عايزه اطلبك. طب وما طلبتنيش ليه؟ اصل مين يا رجاء؟ ده الاستاذ محسن يا ماما، خطيب مدام كريمه. الجمله الاخرانيه دي فهمتني انت ليه ما طلبتنيش، بس انا ارجو ان الجمله دي ما تضيعش الثقه اللي بينا وتمنعك من انك تصرحيني باللي كنت عايزاني عشانه. مديحه في خطر يا استاذ محسن. انها مره في مره تتعود على الطريقه القذره دي ويمكن تعملها مع غيره. والخطوره ان طارق لو اكتشف الحقيقه يمكن يعمل معاها اي تصرف مجنون. قصدك ايه؟ هيحس انها خدعت وحطمت صوره الفضيله اللي شايفها في امه، وضروري هينتقم منها، وده سبق يستعمل المسدس. لا مش ممكن مش ممكن. هما اتوعدوا فين؟ ما قالتليش. بقول ايه؟ ما تيجي تتسلي معانا بدل ما انت واقفه لوحدك كده. لا. طب نتفاهم؟ مش احسن لك البيت زمانه جاي. يعني مصممه؟ مصممه. طيب ملحوقه. انا مش مصدقه عينيا، محسن معايا ولوحدينا، مش معقول. كريمه احنا لازم نعوض السنين اللي فاتت. امال انا نتهلك ليه؟ علشان خلاص دلوقتي بس نقدر نتجوز من غير ما اخاف ان الرصاصه تيجي في صدرك انت. بس اوعي طارق يرجع بدري ويعكنن علينا. طارق؟ طارق دلوقتي في ملكوت تاني. فين؟ انت شوقتيني. وهي ارنبه. ايه؟ ارنبه؟ ما انا خليت مديحه تعمل ارنبه. دي بقى انها لعبه ظريفه قوي. احكيلي احكيلي.
لا دلوقتي انا عايزه ارقص واغني واشرب وهيص. يا عمده يا حمار الزعيمه. يحيى تضامن الطلبه. خلالك انت الجو معاها. انت كدابه خاينه والخيانه في دمك طول عمرك. لو كنت خاينه ما كنتش عرض مديحه وعرض ابني للخطر عشان اقعد معاك، لكن انت ما تستاهلش. صحيح يا كريم عملت كده؟ مستعد اقتل اي واحده تاخدك مني واقتلك معاها. واقتلك معاها. عرفتم ما فين؟ ايوه يلا طلع محسن. خاين 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 خاين. كلنا عارفينها الحقيقه. حقيقه ايوه. طارق انت راجل ولازم تواجه الموقف بشجاعه. La 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 la